السلام عليكم ومرحبا بكم وكنحيي الصحافة المغربية وحبيبة على عقب الهيتم. هيتم تعرفت معاه في مراكش، شفت فيه الشاب الطيب الطموح، عنده رغبة يعني في اللبس المغربي ديالنا الشعبي، خصو تيخدم على البلدي. احنا كنتميزوا بالمغاربه بالبلدي وتنتمنى ليه ان شاء الله كل خير والله يكمل عليه. شنو رايك ديالك في الفنانات اللي ياخذوا دابا ولاو كسفراء القفطان المغربي؟ ما شاء الله عليهم، تنشوف كل شيء مزيان زوينين، الله يكمل عليهم. ما غنقدر نقول حتى شي حاجه. نشوف سلمى رشيد ودنيا باطمه هما من اكثر الفنانات اللي كياخذوا بزاف كيتوجوا كسفراء القفطان المغربي. هذا كيفاش كيستاهلوا؟ يستاهلوا، وشرف لينا لبلادنا وكيبينوا لينا اللبس ديال بلادنا، وما شاء الله كيواتيهم الله يكمل عليهم. غبرتي بزاف على المجال الفني، شنو كل شيء كيقولها ليا والله الا كاينه ماشي غبره. كنت شويه دوزت، كنت عيانه مي الحمد لله، لكن كان الحضور ديالي. ترجع واحد الهضره ديال السبب ديال مرتالك توكان وهكا. اي هادشي، وانا كنت صافي ما بقيتش بغيت نهضر فيه، صافي الحمد لله. خرجت من هذيك المرحله ديال المرض وديال الهضره وديال الحمد لله. كل واش شنو تيقول كي كيقول لا درت عملي، انا ما يمكنش نكذب على راسي. حنت انا شفت نكذب على راسي بالمرض؟ لا، ولي الحمد لله ربي كبير، هذا ابتلاء توا من عند الله سبحانه وتعالى. ما عرفتيش شكون السبب؟ قدرت شي ناس عرفتهم وشي ناس، وني ما نزيدش نبقى نتقلد باش ما نديش ذنوب الناس. وني كل شوفي عرفتهم ما عرفتهمش كاين الله سبحانه وتعالى. في العائله ولا في المجال الفني؟ لا 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 لا، شوفي لا ما نهضروش على المجال الفني، ما نقدرش نقول لك، ما كنظنش الناس اللي بعاد مني، ما كنظنش في المجال الفني. نقدر نقول لك شي حد اللي قريب مني من المجال الفني، وهذاك الشيء كثر عليا، راه ماشي واحد ماشي جوج، واني ما كاينش مشكل. كما قلت لهم يطلبوا المسامحه يطلبوها من الله سبحانه وتعالى، وما حنا ما دينا كل شيء ميت. داكوغ، بزاف الفنانين يمكن حيت غابوا على الساحه الفنيه بزاف، ولا يمكن ما بقوش كيحيوا حفلات فنيه في المغرب، توجهوا انهم يديروا لايفات على تطبيق تيك توك. انا ما عنديش تيك توك فراسك، ولكن بزاف ديال الفنانين ولاو كيديروا لايفات على تيك توك. الناس اللي معروفين نتوما، المؤثرين اللي معروفين نتوما كيديروا لايفات، كيقول لهم بلي نتوما يعني ميسره اموركم وكتجيو تسحبوا معنا حنا اللي محتاجين، يعني كيسميوهم سعايا. شنو الراي ديالك؟ لا ماشي سعايا، دابا الناس كلها في السوشيال ميديا، كل واحد كيدير باش تيتقرب من الجمهور ديالو. حياته الخاصه ما نقدرش نقول تيسعه، لا هذيك حتى هي راه فن وحتى هي كيوصل. بحال انا لا، انا عندي ناس ديالي الحمد لله كنخدم خدمتي، ما عنديش مع داك الشيء باش نكون واضحه معاك. انا يلاه كنتفرج في التيك توك، مي عندي الواتساب، ما كندخل فيسبوك، عندي الناس اللي مكلفين. انا هكا طبيعي بحالك. داكوغ، شكون الفنانه المغربيه اللي كتبغي تخدمي معاها شي مره ديو؟ نقدر مع كل شيء، كل شيء كيعجبني، كل شيء عزاز عليا. شفنا انا فراسك باغا تخدمي معها اليوم هنا قدامي. ما نقدرش نقول لك شكون، والله ما نقدر. نقدر نبغي نديرو مع شي وحده اللي فايتاني. وي شكون؟ ما نقدرش، حيت كلهم هذوك اللي فاتوني ما بقاوش كيخدموا، كاين اللي ما بقاتش كتبغي تبان، بزاف د الحوايج. وانا حتى من الشباب اللي كاين دابا ان شاء الله كانت شي حاجه، علاش لا؟ شنو الرأي ديالك على الفنانة منهم ممثل مشاهير، منهم ممثلين مغنيين، ولا كيمشيو الأكثرين كيمشيو يديروا عملية تجميل ولا زراعة الشعر في تركيا عند طالوني؟ شنو ما نقدر نقول لك، ولا كل واحد كيفاش كيشوف راسو. ومن هنا اللي قلت ما نقدرش نقول لك، نبقي نقول لك لا ما نقدرش نقول. إلا كانت شي حاجة نقدر ندير، نقدر ما نديرش، نقدر نخلي صورتي كما خلقني الله. الا شت راسي شرفت راه غادي وداك الشيء كلشي كيبقى ديال الله، وهو عادي يعني، راه العالم كله ولا كيدير التجميل. بالنسبه لك عادي ان الفنانه
مشي تغير من الملامح ديالو. والله ما نقدر نقول لك خفتي نهار نطيحت انا في هذا الشيء ونقول علاش قلتها الله اعلم. لا معليش معليش، هو من واحد الناحيه شويه ماشي كنغيروا صفه الله سبحانه وتعالى، لكن واحد الناحيه الانسان كيبغي يشوف راسو ديما زوين ديما ما كنتقبلوا شي حوايج ولاو فينا. كان واحد واحد الممثل مؤخرا كان اعتزل، كان اعتزل مجال التمثيل بسطاوي يمكن خدا المجال على انه زعما شي حاجه اللي كتبعد على طريق الله. شنو الراي ديالك؟ واش المجال الفني كيبعد؟ ما تقدرش تكون في المجال الفني او ميم طون كتبع طريق الله؟ دابا كل واحد كيفاش كيفكر، ياك هي طريق الله كلها في قلبنا، ما يمكنش غير حيت كيغني ما يقربش من الله، حيت كيغني ما يصليش. لا لا، تقدر ما حدك كتصلي وانت كتطلب الله ربي كيفتح لينا الابواب باش نتوبو. يمكن هو لقى راحته وطريق زوينه اللي خدا. نسالتك الجمهور اش واقع؟ تبارك الله عليكم، اسمح لي راه ضربني البرد، ما نعستش هاد السيمانه. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم والله يخلينا يا ربي تحفظنا من جميع هاد الفيروسات اللي كنسمعهم. وشكرا تحيه للجمهور ديالي اللي كيبغيني واللي ما كيبغينيش، وتبارك الله على الصحافه المغربيه، الله يحفظكم. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.